سلام أصدقائي، هنحل بعض الاكسرسايزز المتعلقين بشابتر 2 تحت عنوان Potential Difference مثل ما أخذنا في المدرسة، وعنا هيدي الهومورك، فحبيت إنه نعمل لها كوركشن مع بعض بهيدا الفيديو. So exercise 1, each of document 1 and document 2 shows the screen of the oscilloscope. فإذا في عندي two screens of oscilloscope، أول واحدة اسمها document 1 وثاني واحدة اسمها document 2، بما أنه ذكر أسماءهم فصار فيني طبعا استخدمهم. Calculate، what the meaning of calculate؟ يعني بدهم numerical value، بدهم نحسب له حتى نطلع قيمة عددية. For each of voltage measured by the oscilloscope، نحن بنعرف انه الاوسيلسكوب وظيفته يطلع لي على السكرين الفولتج، بس عباره عن رسمه. وظيفتي انا انه ترجم هالرسمه لنمبر لحتى اعرف قيمه الفولتج. فاذا مش مباشره الاوسيلسكوب بيقدر يخبرني قد ايه قيمته للفولتج، في عندي مهمه وهي عمليه الحساب الكالكوليشن. Taking into account the given scale. أها، منطلع على تحت ال screen of each oscilloscope، منلاحظ إنه عاطيني ال SV. شو هي ال SV؟ هي ال vertical sensitivity، واللي هي قيمة هال division. فإذا قيمة المربع الواحد هي 3 فولت بير ديف. أوكي. وبالسكرين الثانية الـ vertical sensitivity هي مختلفة وهي 5 volt per dev. حنبلش أولا نحل document 1. بما أنه بدي أحسب الـ voltage وعندي oscilloscope، رح نستعمل الـ relation تعلمناها U is equal SV times Y. الـ SV للـ document 1 هي 3 volt per dev، and y هي ال vertical displacement. بنلاحظ انه ال luminous line عامل displacement downward لتحت، وبالتالي حنعد المربعات بس ما ننسى انه ال luminous line نازل بنزول، وبالتالي لازم نحط اشارة negative. خلونا نعد ال divisions 1 2 3، وبالتالي حنحط minus 3. ماينس 3 شو اليونت؟ طبعا ديف، لانه عدد المربعات، وبالتالي رح يطلع معي الانسر ماينس 9. هلا الديف مع الديف بيطيروا لانه هيدي بالدينومينيتور او بالمقام، ببقى عندي الفولت لحاله، وبالتالي حتطلع معي اليونت هي فولت، which is the unit of the potential difference or the unit of the voltage. خلصنا من document 1، خلونا ننتقل للدوكمنت 2. So in document 2 same question but different vertical sensitivity and even different screen, different displacement. We will use the same formula، رح نستعمل نفس الفورمولا لأنه كمان أنا بدي أحسب ال voltage which is SV times Y also. The difference here is in vertical sensitivity، رح تكون ال vertical sensitivity هي المختلفة، حنحط 5 volt per dev. Also we need to count the number of divisions، لازم نعدهم ال number of divisions. حنلاحظ انه ال number of divisions هن هون بال upward وحيكونوا positive. خلونا نعد لانه من فوق 1 2 3، واضح انه هن 3 divisions، فبنكتب 3 div. اوكي، هون ماينس 3 لانه داونورد، هون ابورد وبنحطه بلس 3. فاينلي وي بوت اول ذيس فاليوز اون ذا كالكوليتر اند كالكوليت ذا فاليو اوف ذا فولتج. 5 تايمز 3 از 15. ديف مع ديف بيروحوا لانه هي بالدينومينيتور، ببقى عندي الفولت، وبالتالي بنحصل على الانسر المطلوبه لدوكمنت 2. كثير سهل كان الاكسرسايز، هو بس لنعمل ريفرش للميموري بما يخص ال function of oscilloscope. اوكي، حنبلش ب exercise 2. 6 electric loads are connected to a 24 volt battery as shown in the adjacent document، so we can use the document which is document 1. Notice that he mentioned that the battery is 24 volt.
which is معناته يو بي ان هي 24 فولت. Given UPA 8 volt, UPA 8 volt, UND minus 4 volt, UND minus 4, but we need to make it correct. هنحط UDN 4 volt. هيدي DN 4 volt since ND is minus 4 volt. And UAC, this is AC, 6 volt. Okay, number one. Calculate the electric potential difference UDN, UAD, UCD. We will start with UDN. رح نبلش بحساب ال UDN قد ايه هي ال UDN. بنطلع انه انا معي ال UND and we know that UND is equal minus UDN. دائما بعكس الاشارات. نحن حكينا انه ال UDN هي 4 volt, so UDN 4 volt. ننتقل لل UAD. خلونا نحسب ال UAD. نستعمل law of addition of voltage لأنه ال UAD فيني أخذها من مسرة تاني UAB, BC, CD, بس هون ما في given كافية, فحنتقل من another path هو UAP, PN, ND, لأنه كل ال given بهذا ال path أو هذا المسار عندي هون given. So حنكتب applying law of addition of voltage. وبهالحالة احيانا بسموه لهيدا اللو كيرشوفز فولتج لو نسبة للعالم كيرشوفز كي في ال كيرشوفز فولتج لو. فيني كمان استعمل هيدي العبارة applying كي في ال. وبالتالي نحن بدنا نحسب اليو اي دي. هنبلش ب A وننتهي ب D. So هي UAP plus UPA sorry PN plus UND. بلشنا ب A انتهينا ب D, بلشنا ب A انتهينا ب D. ال UAP أنا معي ال UPA UPA 8 فولت, وبالتالي UAP هي minus 8 فولت plus UPN هي 24 volt and finally UND عندي اياها given هي minus 4 volt. Plug all these values on the calculator, بنحطهم بالكالكوليتر حتطلع معنا ال final answer, والانسر هي 12 volt. فإذا خلونا نسجل الأفضل UDN UAD هي 12 volt and also we need to find UCD. U from C to D. في عندي كتير خيارات ممكن أنا من خلاله أحسب ال UCD. فيني أبلش D, N, P, A, B, C, أو فيني أخذ هيدي اللوب الصغيرة الثانية D, A, A, B, B, C تطلع معي. وبالتالي حنختار اللوب الصغيرة UCD هي UCB plus UBA plus UAD. Which is equal. ال UCB ما معي اياها, وال UBA ما معنى اياها, ولكن
مجموع لهول الاثنين سي بي والبي اي هي يو سي اي وهي جيفن عندي فاينالي يو سي دي هي يو سي اي انا معي اليو اي سي وبالتالي اليو سي اي هي ماينس 6 فولت بلس واليو اي دي سو اليو اي دي هي 12 فولت مثل ما حسبناها من شوي بلوج اول ذيس فاليوز اون ذا كالكوليتر اند فاينالي وي جيت 6 فولت سينس minus 6 is in volt and plus 12 is in volt, so we will get the answer also in volt. So UCD is also in volt. ونكتب ال UCD هي 6 volt. Okay. Number 2. C is taken as an electric potential reference. أها شو يعني إنه C هي electric potential reference؟ معناها إنه ال V less C ال potential electric potential less C هي zero. Whenever we have a point as electric potential reference, this means that the potential of this point is zero. ال potential ال V لهال point هو zero. Okay, calculate the electric potential VC, VA, and VP. So, since أول شيء حنبلش بال VC, since C is an electric potential reference, معناته ال VC هي 0 بنحطها بالبوكس اوكي ننتقل للسؤال او للبارت الثاني VA بدنا نعمل كالكوليشن لل VA احنا معنا ال VAC ال UAC سوري سو UAC وي نو ذات UAC هي VA minus VC UAC here 6 volt, LVA unknown, and LVC here 0. Finally, we will get that VA is equal 6 volt. VP. لحتى نحسب VP بدي another point تانية تكون known ال V عندها ويكون ال U بين ال P وال other point معلوم واضح انه ال P N ما فيني استعمله لانه ال N ما بعرف ال V يلي إله او ال potential اللي إله وبالتالي حنستعمل ال U P A لانه ال V A طلعناها قبل شوي so U P A هي UP minus UA وال UPA هي 8 فولت UP unknown ما بنعرفها minus ال UA حسبناها قبل شوي 6 هلا بننقل ال minus 6 للميلة الثانية بتصير plus equal UP وبالتالي بتطلع معنا ال UP هي equal 14 فولت اوكي ننتقل للسؤال 3 An oscilloscope is connected across the two terminals B and C فإذا بين ال B وال C حطينا الاوسيلوسكوب We observe on the screen the luminous which is displaced upward. وبالتالي أنا إذا عندي السكرين هلاحظ إنه اللومينس
line طلع upward، بس قد ايه عدد ال divisions؟ قد ايه المسافة هيدي ال y number of divisions؟ عطيني اياها given هي 3. given ال SV هي 1 volt per div، واعطيني given انه ال answer لازم يطلع معك ال UBC هو greater than 0. show on the figure the connections of the oscilloscope. okay، بداية من لحتى نطالع ال connections لل oscilloscope، في عندي 2 connections يلي هي من ال phase وال mass او ال ground. مفروض واحدة نحطه على point والتاني نحطه على the other point. طيب كيف حنعرف نحطه بطريقة صحيحة؟ بداية منعين على اللود البوزيتيف تيرمينال والنيجاتيف تيرمينال. الطرف القريب من البوزيتيف يعتبر بوزيتيف، والطرف القريب من النيجاتيف يعتبر نيجاتيف. انا لحتى اعمل بوزيتيف ريدنج مثل ما انا ملاحظين هون، لازم يكون الفيز على الطرف البوزيتيف. فاذا اي واحد الطرف البوزيتيف هو البي، وبالتالي بنحط الفيز بهذا الشكل، وبالطرف الثاني بنحط الكوم. هلا هو اوريدي محطوط الكوم على السي، بس بالامتحان اكيد ما بيكون موجود. فاذا هو الدرو. نرجع نحن بالامتحان المفروض نرجع نرسم الرسمه ونحط عليها الكونكشنز على ورقه الاسئله. 3 2 سو هذا 3 1. كالكوليت يو بي سي، قد ايه بتكون اليو بي سي؟ انا بما انه حطيت الاوسيلوسكوب، وظيفة الاوسيلوسكوب بيقول لي قد ايه اليو بي سي، وبالتالي بمجرد ما اسمع عندي اوسيلوسكوب وعندي الديفيجنز والاس في، حنستعمل الفورمولا اللي استعملناها بالاكسرسايز 1، اس في تايمز واي. الاس في از 1 فولت بير ديف، اند ذا نمبر اوف ديفيجنز از وي سي از وي سو 3 ديف، ديف مع ديف بيروحوا، وبقى عندي فولت. سو اليو بهيدي الحالة اللي هي بي سي هي 1 فولت. سوري not 1 فولت، I made a mistake here. 1 times 3 is 3 فولت. 1 times 3 is 3 فولت. ننتقل على السؤال نمبر 4. An analog voltmeter. اها، فاذا عم نستعمل analog هلا حاليا. الديال له هو D100 div، and the scale هن 1 5 10 and 15. is connected across the terminals P and A. فاذا الفولتميتر وصلنا على P and A، ونحن عرفنا انه قديش الفولتج already، معناته ما حيسألني على الفولتج، حيسألني على other quantity. حنشوف أي وحدة بحسب الفورمولا. So 4.1. From the above scale specify the most convenient one. نحن حكينا بالدرس ال most convenient هو بمعنى شو أفضل scale ممكن نستعمله للانالوج فولت ميتر لحتى نعمل قياس ل 8 فولت. رح نختار السكيل اللي بيكون اقرب لل الفاليو اللي رح نقيسها، بس يكون اكبر منها. وبالتالي في عندي احتمالين، اما 10 اما 15، هن اكبر من ال 8. رح نختار ال 10 لانه هي الاقرب لل 8، صحيح اكبر منها بس كمان بنفس الوقت هي الاقرب. ما حنختار ال 15. سو سينس 10 فولت is slightly greater، يعني أكبر بشوي، than the value to be measured.
يعني ال 8 فولت هي أصغر من ال 10 بشوي، وبالتالي we can use it then. 10 volt is the most convenient. Scale. طبعا كلمة ان specify ما بيكفي نحن نكتب الرقم الأفضل، ضروري نعمل له justification. كلمة specify يعني حدد، لكن بالإنجليش كأكشن فيرب مفروض نعمل justification مع ذكر الاختيار اللي أنا اخترته. أوكي؟ فإذا اخترنا نحن أي سكيل، اخترنا الـ 10. خلونا نسجل إنه السكيل الأفضل هو 10. Calculate the deviation of the needle. نحن حكينا انه الانالوج فولت ميتر عنده نيدل، حتعمل deviation. بنلاحظ انه بالسؤال كله مش مذكور قد ايه عمل الديفيشن المفروض نحن نحسبه. نحن بنعرف انه الفورمولا لحساب الفولتج يلي حنحسبه هون PA مفروض تنكتب بهذا الشكل: S times D over D. أي واحدة من هدول هي الديفيشن، هي الدي الصغيرة، وبالتالي ما معي إياها، المفروض أنا أتركها. أنه للإس هو السكيل، الدي هي الديال، واليو هو الفولتج. أنا الفولتج معي 8 فولت، السكيل اللي اخترته هو 10، الديفيشن ما معي، والديال هو 100. هيدي over 1، وبالتالي فيني أنا أعمل cross multiplication. So 10D equal 800 times 8. هلأ منقسم الميلتين على 10 كرمال أخلص من هيدي ال 10 وأترك ال D لوحدة اللي هي deviation. So D is equal 800 over 10. So D is equal 80. شو اليونت لل deviation of the needle؟ هي ديف. بما انه كل اليونتس اللي محطوطين هون proper هن المناسبين، هيدي بالفولت، هيدي بال السكيل بالفولت ايضا، وهيدي بالديفيجن، وبالتالي حتطلع اكيد مع الدي ايضا بالديفيجن. وهيك بيكون خلصنا حل الاكسرسايز نمبر 1. ان شاء الله تكونوا استفدتوا اصدقائي، ونشوفكم بفيديو اخر قريبا. سلام.